السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامكم متباركين بالذكرى العطرة لولادة السيدة الطاهرة زينب الكبرى صلوات الله عليها. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الشرفى. اللهم صل على محمد وآل محمد. ونحن نعيش هذه المناسبة السعيدة ذكرى الولادة للسيدة الطاهرة زينب. حديثي تحت عنوان زينب بصيرة متقدة. الإسلام يريد من أتباعه أن يكون كل واحد منهم ذا بصيرة. فما هي البصيرة؟ البصيرة هي قوة معرفية روحية قلبية من خلالها يدرك المؤمن وتدرك المؤمنة الحقائق، فلا تستغفل ولا يستغفل. لا يكون المؤمن مخدوعا، يكون في الفتن الرؤية تكون عنده واضحة. لهذا الحديث اليوم يتركز في محققات البصيرة، فيما يؤدي إلى اتصاف المؤمن والمؤمنة بالبصيرة. كلنا يرغب أن يكون صاحب بصيرة لا يخدع، تكون عنده تلك القوة الفارقة بين الحق والباطل. فكيف نحقق هذا الأمر؟ الأمر الأول الذي يساعدنا على تحقيقها هو معرفة الله تبارك وتعالى ومعرفة أسمائه الحسنى وصفاته العليا. حينما نؤمن بالله نؤمن من أين وإلى أين؟ إلى الله الرجعة، إلى الله المنتهى. من يعيش إيمانا بأنه مخلوق لله وأنه راجع إلى ربه، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، تكون خطواته وحركاته مبنية على هذه العقيدة الحقيقية الصحيحة. وبالتالي حتى يعيش التصرف الصحيح والسلوك الصالح يحتاج أن يتذكر الهدف والمصير. وقد روي عن أمير المؤمنين عليه السلام: دوام الغفلة يعمي البصيرة. الإنسان اللي يغفل عن كونه مخلوق وأنه مسؤول وأن له معاد وأنه يحاسب، حينئذ مواقفه لا تكون حكيمة ولا صحيحة. لكي يكون صاحب موقف صحيح عليه أن يستحضر المصير، هذا الذي نسميه بذكر الله وذكر القيامة. فمن ينسى يوم القيامة ينسى يوم القيامة. إذن أول عنصر يساهم في تحقق البصيرة هو الإيمان بالله وبصفاته والذكر الدائم، أن يكون على ذكر لا على غفلة. المسبب الثاني للبصيرة هو الإيمان بالنبي الكريم صلى الله عليه وآله واتباعه. إيمان واتباع. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. إيمان بالرسول. يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. هذا النور، هذه بصيرة. فالإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله يأخذنا إلى ذلك. أما الاتباع فالله يقول في كتابه:
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أنا أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، اللي يتبعني يكون مثلي على بصيرة. فمن أراد أن يحقق في قلبه البصيرة فعليه أن يجعل من النبي صلى الله عليه وآله الأسوة القدوة الذي يستنطق فعله وقوله في كل حركاته. هذا المسبب الثاني. المسبب الثالث التقوى ومجاهدة النفس، فإن من يتق الله يحظى بتلك المنزلة، حيث يقول تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ويقول في آية أخرى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. شيطان إنس وجن ما يخدعهم، عندهم الذكر الذي يجعلهم في أمن من الوقوع فيما يخالف البصيرة والهدي. ومن يتق الله يجعل له فرقانا، الفرقان هو يفرق بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين الصحيح والخطأ. الأمر الرابع الذي يحقق البصيرة هو التفقه في الدين. التفقه في الدين ليس الفقه المصطلح فقط، المعرفة الدينية عقيدة، فقها، أخلاقا، ثقافة، هذا يجعل من إنسان صاحب بصيرة. الرواية عن مولانا الكاظم عليه السلام تفقهوا في الدين فإن الفقه مفتاح البصيرة وتمام العبادة والسبب إلى المنازل الرفيعة، إلى آخر رواية، لكنه من مفاتيح البصيرة. السبب الخامس التلاوة المتدبرة في القرآن الكريم. القرآن يصف نفسه، يقول تعالى قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه، ليس المراد بصر العين، بصيرة قلب. ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. إذن القرآن الكريم حينما نتدبر سيرة الصالح وسيرة الطالح، وما هو مصير الصالح وما هو مصير الطالح، وما هي المكائد الشيطانية، وما هي إعلام المضلل للطواغيت، كل ذلك موجود له في القرآن. فمن يتدبر القرآن يحظى بالبصيرة. يقول تعالى وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إذن من أراد البصيرة فعليه بالتدبر المستفيض حينما يقرأ القرآن الكريم. الأمر السادس هو العبادة، بالخصوص النوافل. العبادة لها أحكام فقهية، أجزاء وشرائط. العبادة لها معاني، معاني الصلاة. العبادة لها سر، السر هو أن ترى المحبوب. العبادة تأخذك إلى أن ترى الله بقلبك، ما كذب الفؤاد ما رأى. العبادة هي التي تجعل من المعرفة الإلهية معرفة حضورية وليست حصولية، بمعنى فرق بين أتذكر الجوع وبين أنا الآن جوعان. جوعان الجوع بنفسه حاضر، أما أتذكر قبل يوم كنت جائع هي صورته، الله ما له صورة، لكن للقلب أن يدرك ربه. فإن قلب المؤمن حرم الله فلا تسكن حرم الله غير الله. الرواية إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، الواجبات. ولا يزال عبدي
يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. بالنوافل أيها الأحبة تنال منزلة الحب. إذا الله أحببك ماذا يحصل؟ قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر فيه، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. إذا كان الله يقول كنت بصر وسمع، فماذا يحصل؟ هل يمكن أن تستغفل؟ هل يمكن أن تصلك الضلالات بصورة حق وتخدع؟ أبدا. من كان ممن أحبهم الله يرى بنور الله فلا يخدع. الأمر السابع الذي يحقق البصيرة الكسب الحلال، طعام الحلال. في الرواية من أكل الحلال 40 يوما نور الله قلبه. فإذا جاء النور بانت الحقائق، وإذا ذهب النور وحلت الظلمة لا نميز الحقائق. فالبصيرة تأتي بالطعام الطاهر الحلال. الأمر الثامن الاطلاع على السنن الربانية. الله تبارك وتعالى يقول قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. روح اقرأ. الإمام علي عليه السلام في وصية لابنه يقول أنا نظرت في آثار من قبلنا كأني عشت معهم من أولهم إلى آخرهم، لأنه كان نظر تدبر وتمعن وتفهم، استنطاق للمجريات الأحداث. والقرآن يعطينا أيضا سنن تاريخية. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. القرآن علمنا مصير الظالم وعلمنا أمور كثيرة. لئن شكرتم لأزيدنكم، سنة، إن الله لا يغير ما بقوم. فمن يقرأ القرآن ليتعرف على السنن الربانية والتاريخية يكون صاحب بصيرة. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الأمر التاسع معرفة الزمان الذي نعيش فيه. سناس إذا تقول لي هذه وراها قوة استكبارية يقول أنت كل مؤامرة أنت عايش كلة تتهم الآخر بأنه يخطط لك وكذا. ساعات في ناس مستغفلين، يدافع عن قاتله، يدافع عن من يستهدف كيانه وثقافته وتاريخه ودينه. الروايات تؤكد على معرفة الزمان عن إمامنا الصادق والعالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس، ما يخدع حتى لو تلبست الأمور، هي واضحة عنده، هي واضحة. وعنه عليه السلام أيضا في حكمة آل داود على العاقل أن يكون عارفا بزمانه مقبلا على شأنه حافظا للسانه، يكون عارف بزمانه. الأمر الأخير الدعاء، تطلب من الله أن يمن عليك بالبصيرة. وقد روي عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله هذا الدعاء: اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد عليك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل النور في بصري والبصيرة في ديني، واليقين في قلبي، والإخلاص في عملي، والسلامة في نفسي، والسعة في رزقي، والشكر لك أبدا ما أبقيتني. إذن هذه 10 أمور تساهم في أن يحظى الإنسان ببصيرة. وصاحبة المناسبة الليلة زينب امرأة لكنها ذات بصيرة، هي شقيقة الحسين، هي شقيقة الحسين وشريكته في كل ما جرى، كانت تشاطره الدور إلى أن ارتحل وارتفع شهيدا، لتبقى هي تمارس الدور بصبر وبصيرة. هذه امرأة لكن لغتها بلسانها أو لسان حالها: اللهم تقبل منا هذا القربان،
وتدخل إلى الكوفة لتدخل على طاغيتها عبيد الله بن زياد، وأراد أن يمارس الإعلام المضلل في محضرها: الحمد لله الذي قتلكم وفضحكم وأكذب أحدوثتكم. قامت إليه: الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه وطهرنا من الرجس، من الرجس تطهيرا، إنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا، يعني أنت. فغضب فقال: أرأيت صنع الله في أهل بيتك؟ قالت: ما رأيت. هذه بصيرة، ترى الصبر وليد معرفة. أي واحد يعرف فائدة الإبرة لا يشعر بألمها، يراها شيئا جميلا، أريد إبرة. فكل هذا الذي كان للحسين عليه السلام درجات في الجنة لا ينالها إلا بهذا الطريق، ولدين جده حفظ لا يحفظ إلا بهذا الطريق. فقالت: ما رأيت إلا جميلا، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل، يعني أهداهم الشهادة، فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، فانظر لمن الفلج هبلتك أمك يا ابن مرجانة. أنت ما تفهم وش سويت في روحك؟ أنت الآن تستشعر انتصار؟ أما لما دخلت على طاغية الشام وكانت مظاهر العيد والفرح، وكان يوحي لمن حوله بأن له منزلة عند الله لذا نصره على الحسين، فبانت الحقيقة لمن حضر وله، وقالت قوله تعالى وأشارت إلى أن الله استدرجك وأملى لك فأظهر بك بذلك حقيقتك. ثم قالت بلسان الموقن ذي البصيرة: فكد كيدك. أنت الآن تعيش نشوة انتصار عسكري حاسم، لكنك لا تدري أنك قتلت نفسك، فكد كيدك واسعى سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. الإمام الحسين قال على الإسلام السلام إذ بليت الأمة، هذا الذي قال هالكلمة بما جرى في كربلاء أخته.